اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا ببرنامج 90 دقيقه. حكينا قبل الفاصل مع الكابتن حسام السيد عن واقع الكره السوريه. هلا بدنا نروح لنفتح ملف ثاني كمان، ملف لا يقل اهميه عن كره قدم، هو ملف كره السله. رح يكون كمان الحديث عن المنتخب اللبناني اللي قدر يحقق بطولة دبي للمنتخبات العربية لأول مرة بتاريخه بفوزه على المنتخب التونسي. هي البطولة العربية، ولكن استعاضوا عنا بموضوع بطولة دبي. قدم المنتخب اللبناني مستوى خلينا نقول أكثر من جيد لقدر يوصل للنهائي، لعب مع تونس. كمان المنتخب التونسي بنفس المباراة كان نت قوي للمنتخب اللبناني. خلينا نكون صريحين، اليوم كرة السلة اللبنانية بالوضع الاقتصادي عم تعاني. اليوم ما في لاعبين أجانب داخل الملعب أو داخل الدوري، فهذا أثر على المستوى العام. الشيء الثاني اللي بدي أحكيه أنه بعدني كنت وما زلت مصر أنه لو منتخبنا كان متواجد بهي البطولة كان قدر يعني ياخذ اضافه كثير كبيره. صحيح. طبعا عمر، بدنا نقول بكره السله اللبنانيه رغم هذا الشيء من 20 سنه تقريبا لبنان عم تشتغل صح 100% بكره السله. صحيح. هذا الشيء ترجم بمشاركتها بكاسين عالم او ثلاث كؤوس عالم. هذا الشيء ترجم انه هي ند قوي بمستوى اسيا، ند قوي على المستوى العربي. ابدا لا يستهان بنجومهم الكبار اللي هن يعني عم يشيلوا المنتخب، عم يشيلوا الانديه بغياب المحترفين اليوم بالدوري اللبناني. صحيح. يعني قد ما حكينا عن كرة السلة اللبنانية نحن ممكن ما بنعطيها حقها. متطورة أكيد بلبنان مثل ما حكينا، هي اللعبة الشعبية الأولى أكيد. صح. حتى عن البطولة اللي هلا عم نحكي عليها، طبعا ضيفنا اللي صار معنا على اتصال أكيد هو قادر يشرح لنا أكثر، ولكن برجع بقول لك بطولة نموذجية كانت تحضيرية بشكل كتير كبير ومهم لمنتخب لبنان يلي راح يشارك بالتصفيات القادمة. بعد كم يوم راح يلعبوا مع الفريق الأردني. أكيد أكثر حدا قادر يفيدنا بهذا الشيء نجم كرة السلة اللبنانية السابق الكابتن غازي بستاني والمدير الحالي للمنتخب اللبناني لكرة السلة. مساء الخير كابتن. مساء النور عمر. يسعد مساك. اشتقنا لك بالأول. تسلم لي. أهلا وسهلا فيك يا كابتن، يسعد مساك ومبروك التتويج بالبطولة العربية. شكرا حبيبي. كابتن، فورا بدي احكي بموضوع البطوله اليوم. بعرف قديش كره السله اللبنانيه داخليا اليوم ما انا مثل قبل عم نشوف عدم مشاركه اللاعبين بالحاله الاقتصاديه، عدم مشاركه اللاعبين الاجانب بالدوري مثل ما بنقول بالمراحل خلينا نقول الجيده، ولكن ما انا بالشكل الممتاز. ولكن اليوم الاتحاد اللبناني مشكورا بانتداب لاعبين ممتازين لمنتخب اللبناني، وصل للبطولة العربية، ثبت أقدامه بالبطولة وفاز فيها. تحكي لي عن البطولة بدبي لو سمحت. لكن المشاركة بالإجمال كانت جيدة جدا، لأن يعني التحضير كان كتير منيح. بتعرف قبل النافذة اللي احنا نلعبها بهالجمعة عن الله راد كان كتير مهم انه نلعب مباريات بهالشكل هيدا. نعم. بهالتركيز هيدا، يعني نوصل جهوزية اللاعبين إن كان على الصعيد النفسي أو على الصعيد البدني للمرحلة اللي لازم يكونوا فيها. لأن قبل بنوافذ كان عم بيكون عنا هالمشكلة، ما كنا عم نقدر نعمل هالمباريات الدولية المهمة اللي بتعطيهم الخبرة اللازمة وبتعطيهم الإعداد اللازم، نظرا للظروف اللي عم نمرق فيها مثل ما الكل بيعرف، الظروف الاقتصادية اللي منعتنا مثل ما تفضلت وقلت حضرتك من إنه يكون في أجانب بالدوري بهالمرحلة بالذات. وساعتها الدوري ما عم بيكون يعني مكثف وما عم بيكون بالمستوى اللي فيه اللاعب يتحضر فيه بالشكل المضبوط ليكون عم بيلعب ضمن المنتخب بمباريات دولية. هلا الدورة بالإجمال كانت ممتازة لأننا الحمد لله انه قدرنا كمان نربح هذا شيء زيادة، فالشباب صاروا بجهوزية كاملة. مبدئيا الإصابات عنا خفيفة جدا، فالوضع منيح الحمد لله. كابتن، خلينا نحكي على مباراة الأردن ومباراة السعودية القادمة للمنتخب اللبناني، كيف رح مجهزين لها؟ كيف تحضيركم بموضوع الفني للفريق؟ بدنا نحكي على قرعة آسيا أكيد وعرب إفريقيا وعرب آسيا من هذا المكان، ولكن خليني بلش بموضوع مباريات التصفيات الحالية. بالطبع وقت تلعب مباريات خارج أرضك يعني المباريات رح تكون قاسية جدا، خاصة إنه الأردن مثل ما بيقولوا ظهرهم على الحيط، يعني خسروا
بالنافذه الاولى، خسروا مباراه ضد السعوديه، صار الوضع عندهم يعني ما بيحمل انه تتكرر خسارتهم، مشان هيك عم يستقدموا كل اللاعبين اللي بيقدروا يجيبوهم يعني، وهذا الشيء طبيعي بالنسبه لنا، هذا الشيء لازم ينعمل. فمشان هيك يعني المباراه مع الاردن رح تكون قاسيه جدا، اكيد ما حدا بيتكهن بنتيجتها قبل ما تبلش يعني. اما بالنسبه لمباراه السعوديه، مباراه السعوديه كمان ما بتخف اهميه، لان كمان عم تلعب بجده يعني، ما عم تلعب بلبنان، فهودي يعني اصعب يمكن نازله رح نمرق فيها نحن يعني. تمام كابتن، دائما نحن تعودنا ان المنتخب اللبناني يكون نض قوي لاي خصم بيكون عم يواجهه بسبب الخبره الكبيره الموجوده عند اللاعبين، بسبب القدره على اعطاء اكثر ما يملك اللاعب، وخاصه هذا الشيء شفناه بمباراه المنتخب التونسي بالنهائي اللي صار بدبي. هون السؤال كابتن، قديش في فرق لما بتلعب مع عرب اسيا او تلعب مع عرب افريقيا؟ هون شو الفوارق اللي انتم بتلمسوها خلال المباراه؟ طبيعي يعني التحضير دائما بافريقيا بيكون جدي جدا يعني، دائما الفرق العربيه الافريقيه بيكون عندها جهوزيه كثير كبيره، بيكون عندها احجام كثير كبيره، بيكون عندها كثير لعيبه حاضره انه تلعب، وعندهم خبره كثير كبيره يعني بهالمجال. فوقت تكون عم تلعب مع تونس مثلا، تونس بتعرف قد ايه بيهتموا بكرة السلة، وقد ايه فرقهم دائما بتكون صلبة، وقد ايه بتكون بتحارب لآخر دقيقة يعني. الفرق شوي كبير يعني، لأن بأفريقيا وخاصة تونس يعني كثير جديين، كثير بيهتموا، كثير بحضروا منتخباتهم، عندهم بالآخر كمان ميزانيات عالية لمنتخباتهم، فهيدي بتفرق. نحن هون عم نعاني يعني، مثل ما بتعرفوا كلكم يعني، اوضاعنا الاقتصاديه منا كثير كبيره، نحن بطبيعه الحال الدوله ما عم تقدر تساهم بشيء يعني بالمنتخب، عم بيكون بس الاتحاد مشكور بشخص رئيسه وكل الاعضاء والامين العام، المجهود عم بيكون منا نحن يعني من الكل، تقدر يتأمن الميزانيات تنقدر نشارك وندين بصورة منيحة. أكيد من وجه تحية لكل أعضاء الاتحاد اللبناني ورئيسه الأستاذ أكرم الحلبي. خلينا نحكي فورا على موضوع القرعة كابتن، مثل ما شفت، خلينا نشوف الجرافيك معنا لو سمحتوا. القرعة، قرعة المنتخبات، كثير سألنا بموضوع المنتخبات اليوم، عم نشوف كيف دائما عم ينذكر الفرق العربية انه المنتخبات اللي راح تلعب ضدها انه كثير قوية، ولكن اليوم انت بتوافقني الرأي، اليوم عم نشوف لبنان بالمجموعة تبعه، بتوافقني الرأي كابتن بموضوع انه نحن الاضعاف، مو بس الفرق هن قوايا اللي ضدنا، عم نحكي اليوم كعرب آسيا، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، هدول الفرق، كرة السلة اليوم بهي المنطقة اللي كانت تتسمى غرب آسيا هي اللي أضعف، مثل ما أقول هي الحلقة الأضعف بهذا المكان. مظبوط اللي عم تحكي يعني، اللي مرقت فيه المنطقة من ظروف اقتصادية، من حروب يعني، شلت كثير حركة الاتحادات يعني، وشلت حركة المنافسة الرياضية يعني بكثير محلات يعني، فهذا الموضوع أثر كثير علينا، وأكيد نحن ما عندنا لا الميزانيات ولا الجهوزية ولا القدرة ولا اللوجستية المطلوبة مثل ما في بغير محلات يعني. وقت تكون أنت عم تلعب حساب مع الفلبين أو مع نيوزيلندا يعني، أول شيء الميزانيات كثير عالية، استقرار عندهم، صاروا فترات كثير كبيره يعني، هذا بيأمن لهم استمراريه وبيأمن لهم انتاج لاعبين افضل بكثير من اللي نحن عم نعمله يعني. نحن بهالسنتين اللي وقفنا بالظروف الاقتصاديه اللي مرقت وبالكورونا كثير تأثرنا على فئه كثير مهمه، اللي هي كمان تحت 18 سنه، اللي كانوا صاروا سنتين ما عم بيلعبوا، اللي هن هودي اللي بيأمنوا لك استمرارية بالمنتخبات. صحيح.
كابتن، انت كثير لك مثل ما بنقول باع مع كرة السلة السورية. اليوم بدي احكي بكرة السلة السورية اللي كثير بتعرف فيها، عاشرتها وخضت معها كلاعب، وحتى وقت كنت بالعمل الإداري، وحاليا انت اليوم مدير المنتخب اللبناني. اليوم اعتذار المنتخب السوري عن المشاركة في بطولة العرب في دبي كان هو بسبب موضوع النتائج. حكينا تحت الهواء أنا وياك أكيد بهذا الموضوع، الرأي كان واضح أنه لا، اليوم وقت بيصح لك مباريات تقدر تلعبها بشكل خلينا نحكي ودي مع هدول الفرق، حتى لو كانت تحت مسمى البطولة العربية، ولكن هو أفضل تجهيز لإلك مثل ما عم تحكي لمباريات التصفيات. كيف عم تشوف كرة السلة السورية؟ وبعرفك أنت من المتابعين، كيف عم تشوف تعاطي الإدارة الرياضية مع المنتخب؟ يعني أنا أكيد يعني قصة عدم مشاركة بدبي كانت بعتقد، ما بعرف شو الظروف اللي عنده إياها الاتحاد السوري بالآخر، بس كانت أحلى فرصة إنه يأهلوا الفريق، وما لازم تخاف من الخسارة. يعني هو هاي المشكلة، هن خايفين من الخسارة. ما لازم تخاف، لأن كيف بدك تحضر فرقك؟ إذا ما شاركت وخبيت حالك ما رح تتطور، ما رح تتحسن بالآخر. نحن كنا رايحين وما كان براسنا انه اكيد فريقنا ممكن ينافس، منتخبنا منيح، لعبتنا منيحه، بس ما كان ببالنا انه الهدف الرئيسي انه نربح البطوله العربيه، كان الهدف الرئيسي الاعداد، وهذا كان برايي كان لازم ينعمل كمان مع المنتخب السوري تيقدر يشوف مستويات احسن ويلعب بانتنسيتي عاليه ويجهز حاله ان كان نفسيا وبدنيا يفوت يلعب النافذة. يعني أنا رأيي كانت شوي عبالك برجع بقول ما بعرف الظروف، بس بالآخر ما لازم تخاف من المشاركة إذا بدك تتطور. صحيح كابتن، أكيد كلامك واضح، بدي أتمنى لكم التوفيق بالمباراتين القادمات، لكم أكيد تحضيركم واضح، جهودكم في الاتحاد اللبناني لكرة السلة واضحة، كل التوفيق أكيد لكم في المباراتين القادمتين. شكرا لك الكابتن غازي بستاني مدير المنتخب اللبناني لكرة السلة. شكرا يعطيكم ألف عافية، شكرا على اهتمامكم بكرة السلة.